Hello everybody, peace be upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طه. إن شاء الله النهاردة هنكمل episode 2، الحلقة الثانية في كورس التأسيس بتاعنا، واللي ابتديناه بالألفابيت، الحروف الهجائية. خدنا المرة اللي فاتت the letter A، حرف ال A، وخدنا إزاي أكتبه، how to write it and how to pronounce it، ازاي اكتبه وازاي انطقه. النهارده ان شاء الله هنكمل ابيسود 2، الحلقه الثانيه، مع letter B and letter C. B and C. So today we will learn how to write and pronounce letter B and letter C. So let's start with letter B. تعالوا نبدا بحرف ال B. So the letter is B، حرف اسمه B، but the sound is B B B. Again, the letter is B, but the sound is B, B, B. Like book, book. B, B, ball, ball. B, B, bat, bat. So I must differentiate between the name of the letter and the sound of the letter. لازم أفرق بين اسم الحرف وصوت الحرف. طيب تعال نشوف how to write letter B on the lines. ازاي اكتب حرف ال B على السطور؟ وشكل ما قلنا قبل كده ان انا لازم اعرف ابني او اعرف انا ان كل حرف in English، كل حرف انجليزي ليه upper case letter and lower case letter، او capital letter and small letter، big letter and small letter. طيب تعال نشوف how to write the capital letter and the small letter on the lines، على السطور. بشكل ما اتفقنا اما هلاقي اربع سطور او ثلاث سطور او سطرين او سطر واحد، الكلام ده مش مشكله لاني هعرف ازاي اكتب مهما كان عدد السطور. تعال نشوف how to write capital B or the upper case B، حرف ال B capital on the four lines، على الاربع سطور. هنا لازم اعرف او لازم اعرف ابني ان انا I'll start، هبدأ from the first line، من السطر الاول، then make standing line to the third line. ببدأ اعمل حط من السطر الاولاني لغاية السطر الثالث. يبقى هنا لازم اعود ابني، وانا اتعود ان انا بنزل من فوق لتحت، from the top to the bottom، يعني ما تطلعش كده. طب وبعدين امتى اطلع كده لو انا عايز ارجع على نفس الخط تاني، بحيث ان انا ما اشيلش سن القلم من على الكراسه او الدفتر. طب وبعدين الف from the top line I'll make a curved line to the second line، then another curved line to the third line. It's B capital. B capital. Again. I'll start from the first line, then go down to the third line, then go back again to the first line, then make a curved line to the second line, and another curved line to the third line. It's B capital. B capital. ده ال B capital. طيب تعال نشوف البي كابيتال اللي هم على الثلاث سطور. هي نفس الفكره، احنا قلنا هو بيشيل فقط السطر الرابع. So I'll start from the first line, then go down, then go down to the third line, go back again to the first line, then make a curved line like that, and a curved line, another curved line to the third line like that. So it's B capital. Again. From the first line to the third line, and then make a curved line to the second line, and another curved line to the third line. It's B capital. B capital. So if there are two lines، لو في سطرين اتنين قالي نفس الفكرة، هنا هبدأ أقول لابني من فوق السطرين، لازم أنزل من فوق السطرين، وبعدين go to the second line، انزل على السطر الثاني. Then from the top من فوق هعمل curved line to the first line and another curved line to the second line. It's B capital. Again.
from the top هقوله من فوق السطرين انزل لغاية السطر الثاني وبعدين curved line خطي منحني لغاية السطر الاولاني وبعدين another curved line وبعدين خطي منحني ثاني لغاية السطر الثاني it's B capital B capital B capital طيب لو هو سطر واحد قلنا لو سطر واحد يبقى اذا مفيش اي حرف كابيتال بينزل عن السطر ده بمعنى ان انا هقول لابني كده هاجي من فوق وانزل على السطر ده ما انزلش تحته وبعدين a curved line لغايه المنتصف بالظبط وبعدين another curved line to the sleeping line لغايه الخط بتاعي اللي هو النايم ده فده بقول عليه بي كابيتال تعالى تاني حوله من فوق انزل على السطر وبعدين curved line to the middle and another curved line to the bottom يبقى كده بي كابيتال بي كابيتال طيب تعالى نشوف البي سمول البي سمول لازم اوضح لابني ان البي سمول شكل البي كابيتال بس هيتشال منها curved line يعني هنشيل الخط المنحني اللي فوق ولكن هي نفس الفكره بمعنى لما اجي اكتب البي سمول على الاربع سطور هقول له هبدا من السطر الاولاني وبعدين انزل على السطر الثالث وبعدين curved line الخط المنحني هيبدا من السطر الثاني لغايه السطر الثالث بالمنظر ده ده بي سمول سوري بي سمول بي سمول طيب again هقول له هبدا من السطر الاولاني وانزل لغايه السطر الثالث وبعدين curved line من السطر الثاني للسطر الثالث بس يبقى انا اقول له curved line هنا مش هعمل اللي فوق بي سمول بي سمول طيب تعال نشوف على الثلاث سطور قلنا الثلاث سطور يبقى شارد السطر الرابع فبالتالي هقول له من السطر الاولاني انزل لغايه السطر الثالث وبعدين الكيرفد لاين هيكون من الثاني للثالث بالمنظر ده لازم يلمس السطرين لان في ناس بتعملها كده او بتعملها بدون حساب في اي حته هقول له لا طبعا جاهز هبدا من السطر الاولاني انزل على السطر الثالث وبعدين الكيرفد لاين لازم يلمس الثاني والثالث بالمنظر ده اتس بي سمول طب لو هو على السطرين لو على السطرين هقول له هبدا من فوق السطرين وانزل على السطر الثاني واقف اوعى تنزل تحت وبعدين الكيرفد لاين لازم يلمس السطرين بالمنظر ده الكيرفد لاين لازم يلمس السطرين بالمنظر ده طيب جانا هبدا من فوق انزل على السطر التحتاني وبعدين الكيرفد لاين اهو من الثاني للثالث طيب لو هي على سطر واحد يعني لو انا بكتب البي سمول على سطر واحد قال لي برضه البي سمول مش هتنزل على السطر ده لان السطر ده بعتبره هو السطر الثاني ده هو السطر الثاني من السطرين فبالتالي قال لي عمرها ما هتنزل عنه فهقول له هاجي من فوق standing line like that وبعدين اقول له from the middle من المنتصف هبدا اعمل curved line لغايه السطر بالمنظر ده اهو standing line بعدين curved line from the middle to the bottom like that it's B small B small B small تعال نشوف بقى الحرف الثاني معانا النهارده هو حرف السي سي طبعا شكل ما احنا عارفين ان حرف السي ليه نطقين اتنين ممكن ينطق ك ك ك اور س س س النطقين دول هما النطقين بتوع حرف السي بسرعه كده عشان نعرف حرف السي بينطق س شكل ما هو س س س بالصوت ده اذا كان وراه اي or I or Y باقي الحروف على طول بيبقى نطقه ك ك ك يبقى إذا صوت السي الأول ك ك ك like cat cat or car car
وطبعا ممكن يبقى سي س س س لو جه وراه حرف من الثلاثه دول اي اور اي اور واي لايك سيل سيل ودي بمعنى خليه اند سايكل سايكل يبقى اذا حرف السي بينطق ك اور س على حسب الحروف اللي موجوده ورا. طيب تعال نشوف how to write the letter C on these lines. ازاي هكتب حرف C على السطور دي؟ لو انا عندي اربع سطور يبقى لازم اعرفه ازاي هكتب C capital و C small على الاربع سطور. تعال نشوف الاول ال upper case C اللي هو حرف C capital هكتبه ازاي؟ هقول لابني او انا لازم اعرف ان انا هنا ببدأ من ال first line and make half a circle to the third line لغاية السطر التالي. وهنا لازم اوضح له ان هي لازم تلمس السطر الاولاني والسطر التالت. يبقى من السطر الاول للسطر التالت. Again I'll start from the first line. هبدأ من السطر الاول بالمنظر ده وبعدين اعمل half a circle like that to the third line لغاية السطر التالت. طيب لو انا بكتب السي كابيتال على التلات سطور قال لي نفس الفكرة هو شال السطر الرابع فبالتالي هبدأ برضه from the first line من السطر الاول بالمنظر ده وبعدين half a circle to the third line للسطر التالت. Again from the first line to the third line like that. يبقى هنا لازم ابين ان هي بتلمس السطر اللي فوق والسطر التالت. طب لو هما سطرين هنا لازم اقول لهم السي كابيتال هتيجي من فوق السطرين لغايه السطر التاني. من فوق السطرين لغايه السطر التاني like that. Half a circle شكل نص الدايره بالظبط. طيب وانا عايز السي سمول، السي سمول هكتبها ازاي؟ قال لي هي شكل السي كابيتال ولكن ما بين السطرين. طب اني سطرين؟ لو هم اربع سطور يبقى السطرين اللي في النص like that. بقول له لازم تلمس السطرين، لازم تلمس السطرين بالمنظر ده، لازم تلمس السطرين بالمنظر ده بالمنظر ده. طيب لو هم ثلاث سطور هقول لك يبقى الاثنين دول اللي فوق ماليش دعوه بيه. سي سمول لايك ذات لازم تلمس السطرين، لازم تلمس السطرين. جيم اهو لازم تلمس السطرين من فوق لتحت وبرضه ما حدش يعمل لي كده خطا. تاني اهو سي سمول ما بين السطرين، ما بين السطرين بالمنظر ده. طيب لو هما سطرين خلاص هي سي سمول قلنا ما بين السطرين دول لايك ذات كده. لازم اوضح لابني او انا اعرف ان هي لازم تلمس السطرين، لازم تلمس السطرين عشان يبقى خط الولد كويس بالمنظر. سي سمول so it's C capital C small. طيب لو انا بكتبهم على سطر واحد سواء C capital او C small هيبقوا فوق السطر، مفيش حاجه فيهم هتنزل تحت السطر like that. C capital هتبقى big كبيرة بالمنظر ده. السي سمول هتبقى صغيرة أو نصها تقريبا بالمنظر ده. وبكده يبقى أنا عرفت how to write letter B and letter C on the lines على السطور، وقلت لازم ألتزم بالسطور دي عشان اعود ابني او انا اتعود ان الخط بتاعي يكون كويس وما يعمل ليش مشكله بعد كده. Thank you very much for watching. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من ابسط تور الحلقه الثانيه من الكورس التاسيسي اللي بنبتديه ان شاء الله بالحروف. But don't forget like share subscribe and don't forget the bell عشان يوصلك كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.
apple apple ant ant. وهنا انا بتعلم الحروف، اعرف اسم الحرف وصوت الحرف، اسم الحرف وصوت الحرف. وبكده تكون نهاية حلقتنا النهارده مع حرف ال، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية مع حرف ال B. Thank you very much for watching. Don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell عشان يوصلك كل الحلقات في الكورس ده ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.